السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على السيد قرباج، وين يكشف دور السيد الحاج محمد راوراوا في مباراة أم درمان وفي الاتحاد الإفريقي وسبب تراجع في كأس إفريقيا يعني الأخيرة هذه. حنا ما نحوسوش نهار اللي جاب بالماضي نوض علينا الهضره في فرنسا، نهار اللي قال لهم نجيب كوب دي موند، خرجت انا يا ودي غادي ما تصيبهاش نفرشها بالورد. هذا الطريق اللي تهضر عليها ما غادي تصيبها نفرشها بالورد. هذه انت جيت لعبت دو ماتش، لعبت كونتر البنين هنايا، لعبت كونتر واحد درت ماتش نيل برومي ماتش تاعك، عاود جيت ربحت البنين هنايا خرجت خسرت، الروتور هنايا مع الايكيب هذيك مع السيلا درت معها ماتش نيل فانيك، لعبنا مع تونس ماتش اميكا ربحناها 1-0، ومن بعد روحنا لقطر درنا تربص لعبنا مع مصر، ايوا من بعد كما صارت فرعين. قلت لك يا ودي الطريق ماهيش مفرشه، ما غاديش تبان مفرشه بالورد. وقلت لك والله وما يكونوش رجال، والله العظيم وما يكونوش رجال، اقسم لكم بالله العلي العظيم لا راهي وارع علينا، لازم رجال، لازم تكاتف، لازم اليدين يتكاتفوا. انا نقولها لكم راهي كيما راهي مفركته، كيما راهي مفركته مدرب يعني ولا كلمه، الناس ما فهمناش كاين كاش واحد مواطن جزائري عارف شنو كاين شنو كاش. كذب عليك اللي يقول لك بلي جاما بالماضي راه هدر، جاما بالماضي راه شعل الضوء الاخضر، جاما بالماضي راه هذاك كاع الناس تكذب. جاما بالماضي راه اتصل، جاما بالماضي اتصل باللاعب الفلاني، جاما والله لا كذب في كذب، والله ما كان منها كاع، ما كاش كاع. صار لك كيما قال لك اودي ايبوسي، صار لك كيما قال لك داروا لنا الجنون، صار لك كيما قال لك اودي الحمان، صار لك كيما اللي قال لك جاب لك تصويره حطها مور البارا وقال لك فيزا في محرز كويتيري بيناتي اختها، كلش خوالي كلش 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 رجالك وما كاش رجاله. انت ما تخرج، كنا في مصر، في مصر ما تخرجش من مصر، ما تخرجش تلعب يطفوا عليك الضوء تعاود تشعل اللي يسيبوها 4-0 شدو زيرو، كانوا يطفوا الضوء مي تشعل يروح ليماج يطفوا المونت كامل ما يشوش، كي عاود تجي ليماج تسيب 4-0، تسيبنا خاسرين 4-0. مشي رجالة خدمت قالها شحاتها، قال لهم نحن نلعب في المباراة، قال لهم احنا نحضر المباراة وراو راه وحشة هنا في الفيفا، تعال هنا ربحنا 3-1 وغادي خسرنا 2-0، كانوا هما غادي يربحوا، كانوا هما غادي يفوتوا. صح الحاج راه خرج لهم دوسي نفض عليه الغبره، ذاك الدوسي ذاك القانون خرجه، هذاك القانون في 1970 راه خرجه نفض عليه الغبره، قال لهم هذه نطبقوا هذا القانون اليوم، هذه السيمانه نطبقوا هذا القانون، طبق ذاك القانون غير في المباراه تاع الجزائر من بعد سايق هذاك القانون عاودوا ردوا للخزنه الكازي تاعه. نهار اللي ماركينا بنت واحد درنا ماتشي في أنغولا ربحنا المالي 1-0، درنا ماتشي مع أنغولا وفتنا دوزيام تور وصلنا دومي فينال، يعني كذلك قانون فماك، رجالة فماك، رجالة فماك، فينك رجالة ماشي قضية تاع رجال. علاش دي فوا كنت نقولكم الناس كانت تضحك عليا، من نقولكم يا جماعة لازم التسيير يكون أحسن من التدريب، الناس ولا تضحك علينا، وكنت نعطيكم الأدلة يعني نعطيكم أمثلة. نقول لك الا وزين يخدموا فيه 24 على 24 ساعة ما يحبش، والمسؤول يبغي يسمع الأغنية تاع الشابة صباح أيو هادي أيو هادي غادي عام عامين 3 سنين ذاك الوزين يتبلع. هذه صار لها كيما هاك شحال 2017 2020 6 سنين تبلع الوزين، الوزين تبلع. الحاج محمد راوراوا في 2019 قال لكم 2022 هذا الاموال ما غاديش تسيبوهم،
ناس لما يقارعوا الكونت ديلي تاعو خاص دير لهم الكونت تاع 10 غد وقت 10 ولا مبلع عليه 400 مليار اللي كان داسها في الكونت تاع الاتحاديه داسها. يعني الناس راهم يقارعوا باش تكمل الديلي تاعو يخرجوا يروحوا ياكلوها ويكملوها وصايب، ويقارعوا غير الدوله تعطيهم 30 مليار من العام العام. حاج محمد راهو بلي بريف بلي بريف خويا، 30 مليار اللي كانت تعطيها الدوله كان يردها هو، كان يردها بلي بريف بلي بريف، يعني نقول لكم بلي بريف بلي بريف يعني بلي بريف. 30 مليار اللي كانت تمدها الدوله كان هو يردها، يقلب بالشيك ويعاود يردها يعطيه الوزارة الشباب والرياضه. كان كانت الاديداس تمد، كان داير دي سبونسور كان يعاون بها اتحاديات كما نقولوا تاع الكاراتي تاع الهون، كان يعاون هو كان يعاون. على جابوها مورا ولا جابوها مورا؟ تحسب اللي جابوها مورا جاو باش يخدموا حب يبغيك انت ولا يبغي كرة القدم ولا؟ جابوها مورا وخروا في تعوديك 1200 مليار 1200 مليار، 2 ملايين دولار وزوج ملايين اورو ومليون ومليون و800 الف دولار تاع ستوك كل صلحوها الناس ولا تبيعها. الناس ولا تبيع في لاتوني نورمال خويا، الناس باعت لاتوني، الناس كانت خرجت تبيع لاتوني نورمال. تولينا نروحو نجيبو من المغرب ليكيب ناسيونال تلعب بتريكوات مارك ماروكا، روحو نلعبو بها لهنا باش يكون على بالكم. وصرات شرينا لاتوني هنايا ولعبنا بها، جبناها من المغرب هذا مكان. ابار ابار لاتوني اللي لعبنا بها في كاس افريقيا تاع 2019 هذيك راهم شراوها من باري، راهم شراوها من باري، يعني طبعوا لها الاسماوات، طبعوا لها من ودمر هذا مكان. حنا نسمعوا السيد قرباش واش تكلم. انا اليوم نقولها لك، تاهل لكاس العالم 2010 والتأهل لكأس العالم 2014 الدبلوماسية الرياضية الجزائرية خدمت بزاف باش تأهل. انت كنت حافظ لو ما كاش دبلوماسية رياضية ودبلوماسية ما راح ما يكونش الماتش دابوي تاع ام درمان. اه سمعت شو الماتش سمعت ما كانش انه بفضل الاتحاد الاتحادية والكواليس كما يقولوا ان فرضنا 2-0 نروحوا الماتش دابوي، كان المفروض انه ما سجلوا هدف هنايا 3-1 كاليفيو. الفضل هنايا الدبلوماسيه البهاما كما قالوا البهاماس لو مش تدخل تاع روراوا الان اول امس الرئيس الاتحاد النائب رئيس الاتحاد الافريقي اللي كان رئيس الاتحاد السنغالي سينغور وين يشكر في الحاج روراوا يقول له انه بفضل القانون البهاماس انت كنت من الناس اللي وضعوه الان السنغال راهي بطل افريقي. عارف بلال، عارف بلال في كاس افريقيا هذه واسمه الاخيره ماشي موجود الجزائر كامل لا في لا في الاجتماعات لا في القرعه لا في ما كانش اليوم انت اليوم واحد ما يسقسيك. اول مره كاس افريقيا نهايه كاس في النهائي تاع كاس افريقيا ما يكون حتى واحد من الاتحاديه في الملعب. رغم انه الجزائر اقصد ولكن المفروض انه نكونوا حاضرين البريزيدون لافاف والا ريبريزيدون لافاف يكون حاضر لانه فيه لا فينال كوب دافريك في يا ودي والله ما كان كاع يا ودي والله لا تبهدينا وصحيك يا ودي والله ما عندنا يا ودي والله ما يكونوش رجاله والله العظيم ما نشوفو الضو. انا نقولها لكم ونعاودها لكم مليح يا جماعه لازم يكونوا رجاله ويكونوا ماشي غير هاك ما تمشي لكش غير هاك. لازم 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 سيدي وسلم. واسمو عندي سؤال باك واسمو محفوظ قرباتش، توما الدبلوماسيه تاعنا واسمو تاع سبور علاش راهي غايبه؟ دبلوماسيه رياضيه. الدبلوماسيه الرياضيه خليني بلال باك نزيد له نشفى جو بونس دو 2009 بالك حتى 2017 2018 كنت على الاقل 18-19 واحد في الهيئات نحكي الاتحاد العربي واسمو. اسمع خاطش علاه زاتشي وجماعه زاتشي والصحافه اش كانوا يكذبوا على الشعب يقول لك باللي روراوا ما خلاش لا سويت موراه. تش خلا ولا موراه ولا جزائريين؟ تش خلا جزائريين موراه؟ بعد هما جاو قلعوهم، هما جاو قلعوهم يا جماعه. كاف
كاف اسمه الفيفا. علاش هذا الغياب اليوم ولينا ما كاين حتى واحد؟ كاين حتى واحد لانه احنا غيبنا انفسنا، احنا اللي غيبنا انفسنا. نعطيك مثال، لما في ذاك ما تكلمت في 2010 كنا حوالي 7 أو 8 اشخاص في اتحاد الافريق في لاكاف، والاتحاد العربي تقريبا مسيطرين عليه يعني. كنا كان الرئيس الرئيس الفعلي هو نائب الرئيس الحجر، ولكن هو فعليا هو الرئيس يعني. وكنت انا شخصيا كنت عضو في الاتحاد العربي. الاتحاد الافريقي كنا مجموعه متواجدين بقوه جاءت هيئة جديدة على المسؤولين جداد على الكاف على الفاف. أول قرار خدوه أنه راسلوا الكاف قال بلي هاد الأشخاص ما مش فومبلي باسي. أسمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ هذه اللي بدأ بتنقولها لكم. منا راسلوهم قالوا لهم قلعوهم، منا ولاو يراسلوا يقول لك قلعوهم. حامد أحمد قال لهم يبدي غادي ينقلعوا، غادي ما قالوا قلعوا ما خاصناش. ومن بعد ولا يقول لك راو ما خلاناش. نتوما قلعتوهم، نتوما جبتوهم موراهم، نتوما خويتو الجزائر، نتوما اللي خليتو الجزائر. علاه نقول لكم كاين العداله الالهيه وكاين حاجه واحده برك. والله جميع اللي خدع النيه تاع الشعب الجزائري. يقول لك تتكون فاسد باش تمشي مع الفاسد ولا تدافع الفاسد. شقدك الدس الميت صح، تنجم الدس الميت صح، ما تنجمش تدس ريحته تاعي والريحه تفوح. عقلوا ليها مليح.